المناداه أو المزابنة هي الطريقة التقليدية المتبعة حتى اليوم في أغلب أسواق السمك بالسلطنة. وفي ميناء دبا يحضر المشترون عصر كل يوم للتنافس على الأسماك المعروضة، فيما يجتذب الميناء العديد من الصيادين من مختلف ولايات محافظة سندم، ما يجعل حركة البيع والشراء نشطة وبشكل يومي. 34 34 34. تتعالى أصوات المنادين في ميناء دبا ليعلنوا بدء المزابنة. الخير كثير ورزق اليوم وفير، والشكر واجب للرازق المنان. تصف الأسماك على القوارب وتفرش على الأرض في انتظار سيارات المشترين المتجمعة على رصيف الميناء. كل يوم وبعد صلاة العصر يحضر الصيادون حصيلة صيدهم لتبدأ المناداة. بعد صلاة العصر يوم الجه لمنادي بانا يوم السباك الزيادة ويوم أخاف كل يوم. السوق اليوم لا هو نازل ولا هو مرتفع، وسط الحمد لله رب العالمين. ترى هذا سوق سمك، يوم مرتفع ويوم متوسط ويوم منخفض حسب السمك وحسب وفرة السمك الموجودة بالمينا. عدد كبير من الصيادين يأتون إلى ميناء دبا يوميا ليبيعوا ما اصطادوه من أسماك. ونظرا لحركة البيع والشراء النشطة في الميناء، فإن بعضهم يحضر من خارج الولاية، وهو ما يجعل المكان مزدحما. وحين التقينا ببعض الصيادين أكدوا على مطالبتهم بتوسعة الميناء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الصيادين والمشترين. مشاكل الميناء نعاني منها من سنين عديدة يعني، وكل ما يزيد كل ما يزيد العدد، فالحين مشكلة عندنا كبيرة. من عندك من كمزار ليندبه كلها يتغطوا أهل الميناء. أصناف متنوعة من الأسماك تختلف من قارب لآخر. يجلس الصياد على قاربه وهو يمني نفسه أن يتزابن المشترين على صيده ليصل إلى أعلى سعر. أما المشترون فيكونوا حذرين حتى لا يرفعوا السعر على بعضهم البعض. يوصل 100 150 70 80، ما كل واحد 200 400 1000 ريال سمك، يعني ما كل واحد يعني سمك أنواع. المزابنة كما تسمى هنا في دبا طقس يومي، البعض يحضر للشراء والبعض يحضر للاستمتاع بالحركة النشطة هنا. أما السياح فهي فرصة لهم لالتقاط الصور ومعايشة أجواء المزابنة. بعد أن تنتهي الدلالة يعود الصياد برزق يومه، مؤملا نفسه برزق وفير في اليوم التالي. لتلفزيون سلطنة عمان، سالم بن عبد الله.